هي بتنسى على شراكة عدمي فيا راه ولا نقال يا نسى راه قلبي مكوي بالكيا هديني بتنسى. السلام عليكم، رشيد كاسلام من مدينة المحمدية. البداية ديالي كانت في الصغر تقريبا في لاج دو سيزون اللي بديت فيها وكل شيء. لاج دو تريزون غادي نقول تقريبا بديت مع أول فرقة ديالي في المحمدية اللي كانت فرقة ديال الأولاد الحومة. درنا جروب ديالنا اللي كنا سميناه كارافان دوراي على ليبوك. من بعد لاج دو 18 اون فكرت باش نمشي للخارج وكل شيء، وكانت أول محطة ديالي هي الدنمارك. في الدنمارك كانت تجربة مزيانة وكنت تعاملت مع دي زارتيست دي ميوزيسيان وكل شيء. في 98 كي دخلت لفرنسا بديت مع الفرقة ديال الجيبسي، واللي فكرنا نعطيوها على الاسم ديال كاستا كالي. من بعد خرجنا الالبوم فاطمة. كان عندي لا شونس باش ندير واحد التورني اوروبيان في 2008 اللي كانت فيها اسبانيا، كانت فيها ايطاليا، فيها المانيا، هولندا، الدنمارك، بولونيا. الحمد لله كانت تري بون اكسبيريونس اللي تعلمت فيها بزاف ديال الحوايج، وفيها عرفت واحد البوبليك اللي قدرت نقول انا غنافوغ مع البوبليك في المغرب. التورني هذه اللي في الاوروب الحمد لله كان الجمهور مزيان والنيفو ديالنا كان مزيان وكل شيء، وهي اللي فيها فين بان لو ستيل ديالي اللي خرجت جيبسي راي. خويا الفنان في اوروبا عنده يعني عنده واحد لو ستاتيو ديالو كتكون معترفه به الدوله، وعنده واحد التغطيه صحيه، يعني عنده كل شيء موفر ليه. المشكل اللي ما عندناش حنا مالوغوزمون في المغرب وكل شيء، وهذا هو لوبجيكتيف ان شاء الله باش حتى الفنان تا هو يلقى راحته فين يخدم ويكون عنده واحد لو ستاتيو ديالو ان شاء الله. مجوج مدام سارجيو دومينيك، عندي جوج وليدات حنان وسام، ربي يخليهم ليا وربي يخليكم حتى نتوما. شكور شوف تي في على هذه لافيتاسيون، وكنتمنى لكم مستقبل مزيان.